الاثنين مثلا دوت ده السيبرال سيجمنت. هناخد بس اللي هم اللي في النص 2 و3 و4 سيكرال 2 3 4 بيطلع منهم البري جانجليونيك. الاعصاب دي كلها بتتجمع بيطلع منين بقى؟ مش هنقعد ازيد بعيد. بيطلع من اوتونوميك موتور نيوكلياي اللي موجوده في الجري هورن. ما اقولش بقى لاتر هورن بقى، لاتر هورن من الثراك والامبر بس. الاوتونوميك موتور نيوكلياي والجري ماتر ان سيجمنت سكند وثيرد فورث سيكرال. الاعصاب دي كلها بتشكل عصب بنسميه نبيه كتير في الامتحانات زي ما قلت لكم، بنسميه سيكرال اوتونوميك، سيكرال اوتونوميك نيرف. اول اسم تاني ساعات بنسميه بيلفيك نيرف كتير في الام اس كيو. البيلفيك نيرف دوت او السيكرال اوتونوميك نيرف دوت ده هيروح يعمل ليه في جانجليا، في التيرمينال جانجليا، في التيرمينال جانجليا برضه زي الفيجاس. بس هو طب هو رايح لمين اصلا؟ رايح لي ال هتلاقيه رايح لي يعني ثلاث حاجات رئيسية اللي هما ال ديستر هاوب بقى بتاع اللارج انتستن نفس الكلام. هنا يبقى مين؟ موجود هنا اللي هو الفيسز ده الديستال هاب، ديستال هاب لارج انتستن، لارج انتستن ده هنا دي الفيسز ودي هنا اللي اسمها انترنال. ان هنكس يا جماعه هنكس الاكشن بتاع مثلا انترنال انال سفنكتر. وهنا برضو عندي اليورين بلادر برضو هنا اليورين اهوت، وهنا الانترنال يوريثرال بقى يوريثرال سفنكتر العضله العاصره البوليه الداخليه. احنا اتفقنا قلنا طبعا قلنا العصب ده بيعمل ليه فين؟ جانجليا طبعا ليه موجوده اسمها تيرمينال ايه؟ تيرمينال جانجليا، تيرمينال جانجليا. طب بيعمل ايه بقى؟ بيدير ايه؟ ما هو خلاص ما هو واضحه دي الكونتراكشن للوول موتور للوول وريلاكس سفنكتر موتور للوول ريلاكس سفنكتر. وبالتالي هيفضل حتى بيسموه يعني بيسموه حتى كمان العصب دوت اللي هو البيلف نيرف دوت او السكرال اوتونوميك سموه نيرف اوبتيفيكيشن، نيرف اوف ميكتوريشن مسؤول عن التبول، مسؤول عن التبرش ماشي. فرس المسدد بيريح ماشي. طيب بيروح تاني لمين؟ بيروح للسكشوال اورجنز. السكشوال اورجنز يا شباب احنا قلنا قبل كده قلنا مثلا لو دوت اللي هو البينيس مثلا هتلاقي بيعمل فيزو هي اون دايلاتيشن. وانا دايما هناخدها بعدين ان الفيزو دايلاتيشن ده بيتم عن طريق ماده مش اسيدي كوين، عن طريق ماده اسمها نايتر اوكسايد بعدين هحكيها. الفيزو دايلاتيشن ده بيعمل حاجه اسمها يزود بلس فلو للبينيس والكليتورز بيعمل حاجه اسمها اريكشن. ايه تاني؟ قال لك هو سكرتوري للبروستات يعني يروح للغده اللي هي البروستاتا السيمنال فيزيكال ويزود السكريشن بتاعها. يزود السكريشن بتاعها. بس دي اللي هي الفانكشن بتاعت مين؟ بتاعت السكرال اوتونوميك اللي هو رايح لمين؟ للبلفيك بسرعة. مهم جدا بيعمل ديفيكيشن بيعمل ميكتوريشن بيعمل اريكشن. ساعات باجي اسالك سؤال في الامتحان اقول لك سيكلر اوتونوميك بروديوس اول اوف ذا فولوينج اكسبت اي بي سي ديفيكيشن ميكتوريشن ميكتوريشن و اريكشن ايجاكوليشن. بقول لك اللي هو العصب ده بيعمل الاتي ما عدا بيعمل دولة لازم يختار مين؟
شايف ليش؟ اللي بيدير الجابوشن هو مين؟ هو السمبسل. كده كفايه كده، يبقى كده خلصنا الفانكشن بتاع السمبستاتيك والباراسمبستاتيك. هتلاقونا عامل مقارنه ازاي فرق السمبستاتيك والباراسمبستاتيك وازاي بالنسبه للاناتومي بالنسبه للفانكشن. بعد كده ان شاء الله هناخد اللي هو المحاضره الجايه مهمه جدا، محاضره قاتله للكيميكال ترانسميشن السمبستاتيك والباراسمبستاتيك.